ربك العظيم في الدين والدنيا ولكل يا فنا بأرضك المعظم شيخ الطريق قد هنا بأكرم وسر غيثانيك العوالم قطبنا بقدر محتم وعينا بصدق واليقين وبالرضا والعافية الدين وبالعطاء المحيين من أصحابك في مقام بغير تغير ولا تزلزل عن سنة النبي طه الأفضل بلنا هادي يوم الناس عملي ولا تحرف ولا تمثل بجل أفضل وراء محمد نبينا من هذا كل سجل بجل أفضل وراء محمد نبينا من هذا كل سجل بجاه أفضل وراء محمد سبيلنا من غزة لك ومن يجد بالحفاق ذرعي صلى عليه الله دون عدد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وللخادم لما سبقنا في الحق الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على الرسول المصطفى الأواه محمد المحرم الملاهي ثم على والده الرباني عزيز الزمان أحمد التيجاني أفضل أولياء الانطلاق من أول الدهر إلى الطلاق فنسأل الله ثبات أبد على أداء نبيه محمد إلى لقائه بدار أحمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك مختار نظار بارك الله فيك. On va continuer le programme, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, il y aura le discours, Inch'Allah, de bienvenue du président d'Anégué, qui va souhaiter la bienvenue à tout un chacun, Inch'Allah. Remercier tous ceux qui sont présents. Et après, donner la parole à nos anciens qui sont là, Inch'Allah. Après, ce sera la grande conférence de l'Imam Ahmed, Inch'Allah. Donc, on va demander à tout le monde de s'asseoir, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas au fond et qui ont des tâches à accomplir, qu'ils viennent s'asseoir dans la salle, que ce soit les femmes ou les hommes. Prenez place. On appelle tonton Bonnet, Inch'Allah, de s'asseoir. يا من على
كل شيء كان على كل شيء كان على فقدان تحتي يا كعبتي وحقيني يا كعبتي وحقيني وزمزمي وأماني يا من على كل شيء يا من على كل شيء كما على فقدني يا كعبتي وحقيني وزمزمي وأماني يا كعبتي يا شقيقتي